اللعبة دي جامدة ولا ايه ده؟ بابا ايه؟ انا بطني وجعني، عايز اخش الحمام. طب قوم، طيب خش الحمام بسرعة، تعالي خش يلا. يا رب ولد، يا رب بنت. ولد وبنت ايه ده بيعمل حمام؟ ايه انا خلصت؟ ليه يا حبيبي؟ اصلا ما عملتش حاجة. ليه ما عملتش حمام ليه؟ مش عارف اعمل كده. مفيش حل، لازم اوديك للدكتورة. السلام عليكم. والنبي يا دكتور بص لنا عليك كده بعد اذنك. خير يا استاذ؟ الولد بيشتكي من ايه؟ خلاص يا جدع، معايا الدكتور هيكشف عليك. ايه ده؟ هو انت شغاله ايه؟ كهربائي ولا ميكانيكي ولا ايه؟ ايه يا دكتور ده في ايه؟ يا استاذ انا عامله احتياطاتي في كل حاجه دي عشان الدكتوره بتحتاج الحاجات دي. تعالي يا دكتور، طيب اكشفي عليه. طيب الولد ما عملش حمام من امبارح، مش عايز يعمل حمام. تعالي بص عليه كده. ما تخافش يا حاجة، انا عايز هو اشوف. ايه يا دكتور هتعملي ايه دلوقتي؟ اشوف هو بيشتكي من ايه. بيشتكي من ايه يا حبيبي؟ بطني بتوجعني يا دكتورة. لا دول مش هينفعوك ولا دول. انا هديله حقنة شرجية. حقنة شرجية؟ طب ليه حمى الشرعية يا دكتور؟ عشان يعرف يعمل حمام. ماشي يا ادم بقى، معلش هتاخد بقى الحمى الشرعية وخلاص. بس تسلمي ايدك يا دكتور. يلا تعالى جاي على الحمام يلا.